رائدة مسرح الطفل الكويتي والخليجي الأستاذة عواطف البدر، أكيد من سيرتها الذاتية هي عبارة عن أعمالها الجميلة والمخلدة عندنا. هي أول كاتبة للمسرح القومي الوطني للطفل، بدأت حياتها كمعلمة بمدارس رياض الأطفال، من ثم الابتدائية، بعدين وكيلة وناظرة للمرحلة المتوسطة للبنات. لها أعمال كثيرة، أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية اجتماعية تربوية هادفة، هذا احنا للاسف اللي فاقدينه. انتجت العديد من الاعمال واللي ما زالت وما زلنا نذكر هذه الاعمال، من اجملها اللي شفتوها مساع سندباد البحري، سندريلا، الى ابي وامي مع التحيه وغيرها. شيء جميل وحافل من العطاء، يعطيك طولة العمر والعافيه ومبارك عليك باقي الشهر. بارك علينا وعليكم، شكرا على هذا الاسترسال الجميل، شكرا جدا. حياك الله معنا استاذ عواطف. احنا سعداء جدا باستضافتك اليوم، وفعلا انا متاكده ان الحلقه راح تكون اضافه لنا احنا. نعم. في البرنامج. لا عفوا، انت كلكم بركه بعد. شكرا لك. شفنا قبل شوي بالتقرير مقاطع من اجمل الاعمال التي لا تزال عالقه في الاذهان. يمكن هم يعرضون، احنا لازلنا حافظين الاغاني اللي موجوده. ونجله قاعده تغني وياهم. بالضبط. ايه اكيد. صحيح. ليش الاعمال الحاليه ما لها هذا الاثر داخل نفوسنا؟ هل لأنها مرتبطة بالطفولة أم فعلا أن الأعمال الحالية ما لها طعم أو ما لها خلينا نقول جودة؟ أنت شلون شايفة الأعمال؟ في هي الأعمال القديمة طبعا جميلة، وللآن الأمهات، مو أنتوا الأهل. نعم احنا ترى آباء أمهات. يعطيكم العافية. الأمهات لما يشوفوني بالشارع يعني بالسوق أو أي مكان. نعم. دائما ينادوني مدام عواطف وين اعمالك؟ نعم. وين اعمالك؟ وين اعمالك؟ اي والله وين اعمالك؟ فتره طويله صارت، طبعا صار لي يمكن اكثر من 40 سنه متوقفه. الاعمال كانت ايامها جميله لاسباب، شوفي يعني سواء كانت مسرحيه او تلفزيونيه. نعم. انا كمنتجه مثلا او غير اي واحد منتج او حضرتك مثلا منتجه. نعم. اول شيء نسوي لما نقبل على العمل انه احنا نختار مع المخرج. نعم. الممثلين والممثلات. نعم. أوكي؟ بعد اختيارنا للمخرج نعمل، المخرج يأمر أنه يعمل بروفة قراءة. نعم. بروفة قراءة أو نسميها إحنا كاستنج. بروفة طاولة. نعم. هذه سمعتها صحيح. المنتج يجمع فيها كل العاملين بالمسرحية أو بالوين بالمسلسل. حلو. فيتم من خلال جلساتنا المتكررة يتم تقارب المهندس الديكور مع مصممة الأزياء. على فكرة كانت مصممة الأزياء لجميع أعمال المسرحية أختي رجاء. إيه ما شاء الله. نعم. أكيد. واصلة ها؟ نعم. بس مدامها مبدعة إذن ما فيها واصلة. طبعا أعمالها كلها كانت أعمال المسرحية هي تصممها. نعم. فيصير تجانس ما بين مهندس الديكور ما بين مصممة الأزياء. بالنسبة للألوان، بالنسبة للأشكال، بالنسبة للأشياء كثيرة. الممثلين طبعا مش قضية المخرج هو اللي يلتقي معاهم يعطيهم الأدوار. نعم. يعني أشياء كثيرة تكون جماعية ما بين المنتج ما بين كاست العمل. نعم. إلى أن المخرج يوظف الموضوع كله يعطي الأدوار للناس للممثلين أو الممثلات اللي يستحقونها. نعم. وبعدين يبتدون يصورون. هذا الزمن الماضي. بالوقت الحاضر المنتج يختار الممثلين مو المخرج. المنتج يختار الممثلين. يمكن يكون هو نفس المخرج، المنتج هو المخرج. يمكن احيانا. احيانا اي. ما في بروفة طاولة. ما في بروفة جماعية مع المخرج والممثلين. بعض الممثلين، بعض الممثلين مش كلهم. نعم. بعض الممثلين لما يعطيه المخرج يعطيه النص. نعم. كل هذا النص دورك انت، مثلا اسمك احمد محمد اللي يصير. نعم. زين هذا دورك. هو شو يسوي؟ يقوم يتصفح الحلقه، يعدهم او 10 حلقات اللي هو دوره فيهم. نعم. وراح يا ريت يعدهم، يعني يروح شاق الاوراق الباقي اللي دوره فيهم، اللي دوره اما باقي الاوراق ما له علاقه فيهم. شلون يعرف؟ ما يدري انه هو يمكن دوره كممثل العلاقه بالممثل اللي في حلقه 30. صح صحيح. صح كلامك. فهذا اللي قاعد يحصل، وهذا انا ما يعني ما اذكر هالكلام عن اخرين وانما حصل عندي كمنتجه. نعم. يعني يوم من الايام شفت واحد يشيل الاوراق وياخذهم. قلت له وين رايح؟ قال ابلع عواطف بس هذول دوري. على باله منهج مدرسه ياخذ اليدي. بس هذا اللي مقرر علي. غلط. شوف
دورك مو دورك، تاخذ النص كله مو تقرا، تقرا كامل، شوف علاقتك مع الاخرين، علاقتك مع الممثلين، مع الممثلات، وبعدين تدخل تصور. قال ويه كل هذا؟ اي قلت له كل هذا، اي تاخذ اجورك شنو؟ طبعا هذا الفرق بين الزمن الاول والزمن الحين. ايضا النصوص استاذ عواطف، اي النص في قبل كان نص حقيقي متكامل يراعي جميع الجوانب فيطلع نص يعني بلا عيوب تقريبا خلينا نقول، لكن حاليا نفتقد الى مثل هذه النصوص الغنيه، النص اللي يكون نص ذو رساله. هنا الفرق ايضا في قضيه النصوص، هي قضيه اساسيه لدى رقابه النصوص. نعم لو كانت يعني احيانا تكون النصوص جيده والرقابه تجيزها، بس يكون في تجاوز من الممثلين اثناء التصوير. وهذه الرقابه ما تقدر عليهم. الخروج عن طبعا النص. خروج عن النص. نعم. صحيح. سواء كان بالتلفزيون او بالمسرح. يعني الخروج عن النص وارد عند الممثلين، بس مو كلهم. يمكن يكون شيء ابداع. بعض الممثلين يعني. ابداع يعني لما يكون اضافه جميله. اي ابداع لما الممثل يبدا بشكل جيد. ما يبدا بكلام فاضي، كوميديا سخريه وكلام فاضي، لا. فهل مشكلة عندنا أزمة مؤلفين وكتاب؟ أنت حضرتك طبعا كاتبة ومؤلفة. والله إحنا ما عندنا أزمة مؤلفين. لا ممتاز. في مؤلفين. عندنا. عندنا. ممتاز. عندنا كتاب وعندنا كاتبات، وأنا سعيدة في بعض الفتيات يعني من أول وجديد بادين بكتابة النصوص التلفزيونية. وأنا كلمت كذا وحدة منهم. وقلت لها أنا يعني جدا سعيدة. أنت معجبة بمن أستاذ عواطف؟ والله ما اقدر احدد. جميل. ما اقدر احدد. لكن تعجبك اعمالهم بشكل عام؟ تعجبني يعني اعمال بعض الفتيات. نعم. وكبدايه وايد جيدين، وايد عندنا كتاب، عندنا كتاب ايضا، عندنا كتاب جيدين. يعني بعدين ما تقدر تحكم انت انه اي هو احسن، الكاتبات ولا الكتاب، اللي يحكمه هو النص. استاذه صار وياك حادث غريب يعني انا قرات عنه، ودي تفصلين في طبعا الى ابي. اول عفو عندكم ماي؟ هذا ماي، هذا في ماي موجود احنا ما يشبه الكوب. الله يسلمك عليك بالعافيه، انا اقدر اقول السؤال واخذي راحتك. الى ابي وامي مع التحيه. بالعافيه. الى ابي وامي مع التحيه هذا المسلسل. سويت الجزء الاول، بعدين الجزء الثاني. الجزء الثاني ما عرض بدايه في الكويت، بعدين تالي عرض، وفي سبب غريب اذا تذكرينه او تذكرين القصه. من وين اخذت الخبر؟ من مصادرنا، مصادر خاصه. والله شوف، الجزء الاول طبعا احنا كنا ايامها نسجل في استوديو الدسمه. نعم. كان مخرج حمدي فريد الله يرحمه. الله يرحمه. ابدع. والمؤلف طارق عثمان الله يرحمه. ثنائي جميل. جميل. اي. الجزء الاول عرض بالكويت اول. صح. الجزء الثاني لا. نعم. الجزء الثاني انا كمنتجه عرضته. نعم. على المسؤولين في التلفزيون. رفضوا. المن الأول طار طيران، أخذ نجاح. الثاني رفضوه. الثاني رفضوه. سبب الرفض هو أنه البعض يعني بعض المسؤولين قالوا أنه هذا كان في مشهد حياة الفهد. حييها من هذا الموقع. طبعا. كأم تقدم الأكل لعيالها هدى حسين وعبد الرحمن العقل، أحييهم ولو هم مشغولين يمكن بالتصوير. لا يسمعون إن شاء الله. كلهم موجودين وياك. إن شاء الله. ف يعني قدم لهم العصير، قدم لهم الحليب، امتحانات. تساعد ام، تساعد عيالها. علمنا يجيب لنا اياه الحين. فالمسؤول اللي رفض العمل رحت له. قلت له شنو سبب الرفض؟ انا بفهم يعني الجزء الاول كان جيد وتوزع على الخليج بطيران يعني عارفه. صح. صحيح. قال اكو ام تعطي عيالها كذي العصير تقدم لهم اياه، وتعطيهم حليب ومش شنو بسكوت وما ادري. قلت له علي منو اللي يقدم لهم؟ قال خدامه. شنو شغلها؟ هذا تعليق. انا مو خدامه. خدامه؟ اي. قلت له الخدامه شغلها تنظف، مو الا. وبعدين هذه فتره حرجه، فتره امتحانات. صحيح. الاطفال يبون امهم، يبون ابوهم. بعدين اسمحي لي استاذ عواطف، هذا مو سبب يرفض له مشهد تربوي مهم. قلت له انت هذا سبب؟ قال لي. قلت له سهل. انا اعتقد كان عنده سبب اخر مستحيل يكون. اخذته غريب. وديته وين؟ للخليج. خذوه طبعا على طول. اذا هذا كان السبب فعلا على طول خذوا العمل. جميل. زين بعدين المسؤول اللي رفض لي العمل نقلوه. هل هو كان وزير؟
ما ادري. عموما استاذ عواطف ناسيه احنا عندنا عفوا بس اكمل لك. تفضلي تفضلي. شوف وزير او غير وزير، نعم، ان احنا علينا بسبب الرفض، نعم صح، ما علينا بالشخصيه. فلما تغير المسؤول اللي رفض لي العمل، نعم، يا واحد ثاني بالتليفون قال لي عواطف وين البرنامج، وين مسلسل ابي وامي الجزء الثاني؟ قلت له موجود. قال يبي وديت اللي هي. برافو. عموما احنا عندنا مشاهد نجحت في السؤال. صحيح. برافو يا محمد. واحنا عندنا مشاهد من المسلسل الاجتماعي الى ابي وامي مع التحيه، خلينا نستمتع في هذه الذكريات ونرجع بعدها نكمل حوارنا. يلا. هذه كانت احد اعمال رائده المسرح، مسرح الطفل الكويتي والخليجي الاستاذ عواطف البدر، الى ابي وامي مع التحيه. شفنا الاول وشفنا الثاني، متى نشوف الثالث ان شاء الله؟ الثالث موجود. نعم. اخذ مني سنتين وانا اكتبه. طبعا الاول والثاني كتبه المرحوم طارق عثمان. نعم، رحمه. وكان مدرس في احدى مدارس الكويت. نعم. وكان انا ايامها عندي مؤسسه انتاج. نعم. فكنت مدرسه قبل مثل ما تفضلت. ذكرنا. نعم. فناديته ابي عمل تربوي تكتب لي اياه، يعني الاطفال محرومين من هالاعمال هذه. نعم. قال لي اوكي. فكتب حلقتين من ابي وامي مع التحيه. نعم. قلت له كمل. هي الجزء الاول طبعا بعد ما صورنا ووزعنا الجزء الاول ينع الجزء الثاني. نعم. قلت له ابي تكتب لي الجزء الثاني. قال ان شاء الله. خلصنا الجزء الثاني قبل سنتين. فكرت اني اكتب انا شخصيا. نعم. الجزء الثالث. ممتاز. اكمل المشوار. كتبته وخلصت. اخذ مني سنتين. سنتين وانا اكتب. زرت من خلاله جميع اكثر مدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي. جميل. على جميع المراحل للفتيات والشباب. نعم. نعم. والتقيت بمشرفين اجتماعيين واباء وامهات عشان اعرف اخذ، تكون عندي حصيله كامله للوضع التربوي اللي انا ابي اتكلم صحيح. فيه. صحيح. والجيل الحالي من خلال يتكلم. المسلسل. والجيل الحالي. والجيل الحالي غير شكل. فصورنا وديت الرقابه، الرقابه على طول جازت وتصور. خلص. بس مو انتاج، انتاج شخص ما. جميل. يعني شركه. ففوجئت انه يرفض. مرة ثانية. مرة. طب يا جماعة ليش مرفوض؟ ما أخذت أنا ولا سبب رئيسي. أحدهم يقول لي الإضاءة. الثاني يقول لي إنه الممثلات المكياج مالهم أوفر. الثالث يقول لي لا أزياءهم يعني غير صحيحة وغير تربوية. نعم. أنا شخصياً أعوذ بالله من كلمة أنا، لا يمكن لا يمكن يمر علي عمل انا كاتبه او غيري كاتبه من انتاجي وما اكون متواجده اثناء التصوير. حلو. هذا موضوع يعرفونه عني الكل. نعم. اول يوم تفتح فيه الكاميرا الى اخر يوم تصوير انا متواجده. ممتاز. نعم. عشان ما يعني يصير عندي حاجه تخل بالاخلاق او تخل بالشكل العام. صح. للممثلات اللي احيانا تقعد من نوم المكياج تارس شويه. انزين. فاكون متواجده. وما لاحظتي هذه الامور ولا شفتي؟ مستحيل انا اكون متواجده من هذا النوع. انا يعني. نعم. اكون متواجده يعني مثلا في موضوع ولو هو على شكل نكته. يوم من الايام كنا نصور مشهد من المسلسل لاحدى الممثلات، الدور فيه انه امها مريضه خطره وتتوفى. نعم. فيعني مدير الانتاج كنت مشغوله انا بالشوف النصوص او كذا، قال لي مدام عواطف تعالي شوفي. قلت شنو؟ قال لي هذه الأبل الممثلة اللي بدورها أمها ميتة. شوف إيش لابسة. إيش لابسة؟ ألوان وأشكال ومكياج وكذي. وين الحزن؟ فرحت للمخرج قلت له شلون ترضى أنت كذي؟ يعني افرض أنا عندي شغل طول النهار. قال مدام عواطف ما أقدر أكلمهم. صحيح. البنات الممثلات هالأيام تقدم لها عمل ولا عملت تعتبر نفسها نجمة. نجمة. ما حد يقدر عليها. ما حد يقدر يكلم. للأسف. قال شنو ما حد؟ قلت له تعال. رحت لها قلت لها أنت عارفة شنو دورك؟ قالت اي انا دوري امي ميته. قلت لا سمح الله امك موجوده ولا ميته؟ قالت لي من الذكر والله اضحك. قالت لي لا لا بسم الله على امي، امي موجوده. قلت اوكي لا سمح الله لا سمح الله امك توفت. تلبسين كذي؟ قالت لا. قلت خلاص يلا عيش الدور. لازم المشهد يكون قريب للواقع. قلت حق المخرج ستوب وقف التصوير. نعم. قلت لها امشي معي.
طبعا كل ممثله اثناء التصوير تجيب اكثر ملابسها للمشاهد. نعم. وين ملابسك؟ قالت هني. قلت تعالي. اخترتي لها شيء؟ انا اخترت لها بنطلون وقميص طويل. ممتاز. وشموم طويل. اي هذا اللي لقيتيه؟ قلت شوفي هذا تلبسينه وانا واقفه عند الباب، تطلعين اشوفك. هني لعبتي دور الست النظره بصراحه. لازم حبيبتي. صحيح. احنا قاعد نقدم مسلسل تربوي جاد، يعني ما يصير نقدم هالاشياء هذه. جميل سليم. جميل سلعة. طب احنا نوقف فاصل صغير عندها الحين. طبعا اكيد. وان شاء الله تلتزم بهذه المعلومه للاباء. الله يطول عمر امها بعد. امين يعني. يا رب تطول بعمرك ان شاء الله. احنا نطلع فاصل صغير وبعد ان شاء الله مكملين. اكيد. ويعطيك العافيه عبد العزيز الكندري، واحنا مستمرين معاكم مع رائده المسرح، مسرح الطفل الكويتي والخليجي، الاستاذه طبعا عواطف البدر. استاذة ما شاء الله، يعني انت تعتبرين اول من اخذ جائزة دولية بالمسرح، مسرح الطفل. نعم. على مستوى الكويت يمكن العربي. صح. لكن انت مهتمة جدا بالمسرح القومي بعد. المسرح القومي تأسس، انت التاريخ اخذي راحتك بعد اذنك اذا تبي تكلمين عنه. اي نعم. لا واحنا فاقدين فعلا مثل المستوى مثل هذا النوع. المسرح القومي صدر قرار وزاري فيه. نعم. رقم 766/92 تاريخ 3/10/1992. نعم. بإنشاء فرقة مسرحية باسم الفرقة الوطنية لمسرح الطفل. نعم. اوكي. تختص بتقديم العروض المسرحية الخاصة بالأطفال والتي تنسجم مع الأهداف التربوية وترتقي بذوق الطفل. تعتبر مسرحية الدانة باكورة إنتاج هذه الفرقة. نعم. يعني أنا كتبت النص اسمه الدانة. نعم. وقدمته للأمين العام المجلس الوطني أيامها. نعم. وقلت له هذه المسرحية. أيامها كان الشيخ سعود الله يرحمه. الله يرحمه. كان وزير الإعلام. نعم. فوافق على أنه يكون عندنا مسرح قومي. طيب لما توفى وبعدين تغيروا بمجلس الوطني الثقافة. نعم. والفنون الأمناء هناك. فتمنيت أنه كل مسارح الطفل تكون تحت خيمة المسرح القومي. يعني صح. بالأساس عندنا مسرح قومي وبعدها مسرحيات. نعم. إنتاج البدر، إنتاج فلان، إنتاج علانة. هذه أي واحد يبي يسوي مسرحية لازم يكون تحت خيمة مظلة. نعم. المسرح القومي. نعم. بس ما صارت، قامت تصير مهرجانات مثل ما حضرتك شايفهم، مهرجان الأول والثاني والثالث. آخر بطل. مهرجان طبعا كان ويدعون فيه ضيوف من دول عربية ومن الدول الخليجية. نعم. صح. بس أمنيتي أنا أنه يكون عندنا مسرح قومي. يعني يرجع هذا الاقتراح. يعني مسرح مصر عندهم مسرح قومي. نعم. العراق عندهم، ليبيا عندهم، لبنان عندهم، إيش معنى إحنا ما يصير عندنا؟ مفروض يكون عندنا مسرح قومي هو الأساس. نعم. مسرح القومي هو الأساس ومن تحته مظلته تنباع المسارح الأطفال الخاصة الثانية. إن شاء الله نتمنى أن اقتراحك هذا يؤخذ بعين الاعتبار. أستاذ عواطف، تابعين الدراما حاليا في رمضان المسلسلات؟ كلها ما شاء الله. ما شاء الله. العربية ولا الخليجية؟ والله العربية مرات. نعم. في بعض الأعمال جميلة مرات أشوفها. نعم. إذا لحق عليها يعني. نعم. لكن الخليجية كلها أشوفها. جميل. رأيك فيما يقدم حاليا على الساحة؟ لازم تعرفين رأيي؟ طبعا ضروري، احنا كلهم بيعرفونا الحين مو بس احنا. شوفي، هو القضية مو قضية رأي، وإنما لما أنت تعرض عليك مجموعة كثيفة مكثفة من هذه الأعمال. نعم. ورواد النجوم هي اللي يعني تكون مثل ما تقولين أساسيات المسلسلات. العمل. نجوم أساسيات العمل. أنا ما أقدر أقول لك إنه كل الأعمال جيدة، لا. أكيد. فيها أعمال جيدة، فيها أعمال متوسطة، فيها أعمال ما لازم أيضا تعرض على الشاشة. نعم. عارفة؟ وكل عمل له خصوصياته، كل عمل له أسباب نجاحه وأسباب فشله. طبعا. فشخصيا أنا ما أقدر أحكم على الكل. كل اللي أقدر أقول له شيء واحد، إنه الله يعطيهم العافية، إنهم متعونا برمضان، إنه قاعد نشوف الأعمال، بس هذا مو يعني إنه أنا أهرب من الجواب، لا. في أعمال تستحق إنه كانت تكون موجودة في رمضان، وفي أعمال ما تستحق. لا تقولي لي أي أعمال وأي أعمال، لا. كان ودي أسأل هالسؤال. لا ما راح أقول، يمكن ورا اللقاء.
وعموما يعني هو ما حد يقدر يعجبه كل الاعمال. طبعا كل الاعمال لا لا بس نظره الاستاذ عواطف راح تكون طبعا نظره انتقاد يعني لصاحبك. في عمل جيد جدا مثلا البطله فيه هي الاساس بس نقدر نعرف الجيد. يعني الجيد اذكري برايك خليجي او عربي؟ بعدين كويتي بعدين. عموما ما بنشد عليك. زين متى نشوف عمل جميل للكاتبه المؤلفه عواطف البدر؟ مو انتاج نبي كتابه غير كتابه. لا كان عندي عمل نزل في الاو اس ان اسمه درب العرايس. نعم صح. وال ان شاء الله بعد رمضان راح ينزل على احدى المحطات الخليجيه. نعم. وفي عندي عمل اكتبه اسمه القلب والفكر. خلص تقريبا عنده 3 حلقات. في عندي عمل اذاعي ينزل كل يوم الساعه 11 الظهر اسمه الرحله. حاليا نعم. إيه وان شاء الله تجينا افكار ونكتب. نبي أكثر نبي أكثر. سهراتك الجميله. سهرات كثير كان عندي سهرات وايده. ما اعرف ليش التلفزيون ما ينزلها. المفروض الطالبين قناه الجرين انه ينزلون هذه السهرات. قناه الجرين ما قصروا ونزلوا لي ابي وامي مع التحيه جزئين. نعم. ونزلوا عندي لقاء من خلال برنامجي مشكله وحل. كنت اقدم برنامج مشكله وحل تربوي. حلقه قدموا يعني خلينا نسولف عن هالبرنامج شوي. شنو كان مضمونه؟ قديم. نعم قديم اكثر من انا هو من عام 70 لغايه عام 77. نعم. ما شاء الله استمر 7 سنوات. هو عباره عن يعني انا كنت اعوذ بالله من كلمه انا اقوم باعداد مواضيع اجتماعيه. نعم. على شكل سهرات اطرحها اكتبها على شكل سهرات. نعم. تنزل في تلفزيون دوله الكويت وكل سهره اقترح فيها موضوع معين اجتماعي عارفه. يعني حوالي قدمت 15 سهره من ضمنهم سهره رائحه الحنه اذا تذكروها بطوله ابراهيم الحربي. هذه اخذت الجائزه الاولى في مهرجان القاهره. ما شاء الله. إيه. فاتمنى انه يعني المسؤولين تلفزيون الكويت انه ينزلون هذه السهرات. احنا نتمنى شيء جديد بعد تسوينه استاذ. يعني هل المشاكل اللي من فتره السبعينيات الثمانينات اكيد اختلفت الان؟ طبعا اكيد في اشياء. نبي شيء جديد تربوي مفيد. والله خليه ينزل لي اول ابي وامي جزء ثالث ان شاء الله. وانا يعني اقول ايش تبوني اقول؟ رساله لسعاده الوزير. نعم. الله يعطيه العافيه وزير الاعلام. نعم يوصل الله. وأقول رمضان كريم وعيدك مبارك وإن شاء الله إن شاء الله يعني يسمع هذه الرسالة. نعم. أنه ينظر بموضوع إلى أبي وأمي ما تحيا. أنا واثقة. نعم. لأنه هو إنسان رائع أو إنسان. نعم. إعلامي ممتاز. نعم. واثقة أنه راح يسأل عن سبب إيقاف مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية. نعم. الجزء الثالث. يا جماعة مسلسل أخذ مني سنتين وأنا أكتب. وانت مو شويه انت مو شويه سنتين وانا اكتب. نعم. ها يعني مو معقوله يطلع يعني بالشكل السيء. مستحيل طبعا. يعني ادور المدارس والبيوت والامهات والاباء وكذا عشان وبعدين طرقت للقضايا شو يسمونهم هذول مال التليفونات السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. انا بعيده عنها. لا بعيده. بعيده جدا بعيده. لان اقول لك شيء أنا يعني أحس بسعادة. نعم. لما الورق يكون بيدي والقلم يكون بيدي. نعم. أحس بسعادة لما أستلم الصحف يومية صباحا الورقية أفتح الصحف. أيه. وأقرأ. صحيح. أما أني أطقطق بهالإنترنت والتليفونات والهذه لا بعيدة عنها. زين تسوي. ولا أبي أتعلم أصلا. بشكل عام أستاذ عواطف هل المفروض يكون كاتب النص ملم بالمجال اللي يكتب فيه؟ يعني مثلا لو شخص بيكتب نص سياسي هل لازم يكون ملم سياسي عشان ينجح العمل؟ والله اذا ما يكون ملم يسال او يقرا عشان تكون عنده على الاقل بعض المعلومات. نعم. حتى يقدر يكتبها من خلال النص السياسي. يعني اذا عندك نص سياسي يطرق الى حقبه زمنيه معينه مثلا الى احداث زمنيه معينه اذا ما يعرف عنها يقرأ عنها، يروح يفتش بالمكتبات. عارفة؟ نعم. يسأل عنها. صح، مثل ما سويتي سنتين كتابة عمل. سنتين كتابة. نعم. فبعدين ويقدر تكون عنده معلومات كبيرة. نعم. فيكتب. يستشير. لأنه يعني أي كاتب ما يقدر يكتب أي معلومة جيدة. نعم. يقنع فيها الجمهور
إذا ما يكون عنده حصيلة كبيرة من المعلومات ومخزن كبير من المعلومات. يعني أيام زمان إحنا شلون تعلمنا نكتب؟ كنت أنا أولى ثانوي. نعم. أولى ثانوي زين. كانت مدرسة العربي تعطينا مواضيع. صحيح. ونكتب عنها التعبير. كتبوا عنها التعبير هذا ويجيبوا لي هذا. فدائما آخذها أنا آخذ الدرجة الأولى. ما شاء الله. تعطيني درجة أولى وبعدين يعني تشجعني أنا تشجعت تميت أقرأ وأكتب بعدين أي إنسان يكتب أو أي إنسانة تكتب دراما أو غير الدراما لازم تكون عندها حصيلة ثقافية حصيلة نعم. اجتماعية حصيلة مثل ما تفضلتي سياسية أما أنا أكتب من فراغ لا ما راح أعطي أي شيء صعبة. تقرين للكتاب الشباب أستاذ عواطف؟ أكون كذابة إذا أقول لك إيه أنا أقرأ القدماء نعم قدماء يعني يوسف السباعي نعم. طه حسين نعم. نجيب محفوظ ذول كلهم أقرأ لهم وقرأت لهم من فترة طويلة أنت رائدة فتحبين قراءة الرواد بس عشان الوقت يمكن خذانا وسؤال جدا مهم حضرتك رائدة المسرح الطفل العربي والخليجي إيش رأيك في مسرح الطفل حاليا إذا أنت متابعة له بكل صراحة. الطفل مثل ما تكلمنا عن دراما التلفزيون نتكلم عن مسرح الطفل نعم. في الجيد والمستوى لأنه أصحابه يخافون على تاريخهم مثل هدى نعم. مثل عبد الرحمن العقل صح. مثل يعني مجموعات كثيرة نعم. وفي لا يعتبرونه مادة تجارة. العيد مقرب يعتبر والعيد مقرب نعم. فهذه مشكلة يعني وبس إن شاء الله خير يعني في رقابة اللي تحد من استهتارهم على خشبة المسرح وهم لازم تكون عندهم رقابة ذاتية يشوفون روحهم والله يجعله خير يعني إن شاء الله آمين آمين يا رب آمين احنا طبعا يعني ودنا نزيد وياك بالوقت أكثر لكن دائما الكلمة الأخيرة تلخص الفوائد تفضلي يعني تبيها مني الكلمة الأخيرة طبعا الكلمة الأخيرة أنا أشكركم تسلمين أشكر قناة المجلس تسلمين على هالاستضافة الجميلة وصراحة بس مكانكم بعيد بعيد عني بس نستاهل يا استاذة لا تستاهلون تستاهلون خير وبعدين انا اتمنى يعني رسالة ابعثها للكتاب نعم يعني للشباب والفتيات اقروا لازم تقرون اقول لهم وجه الوجه نعم لازم تقرون اذا ما تقرون ما راح تعطون شيء جميل هذه وحدة نعم. ثانيا اذا عجبكم عمل عربي او اجنبي وتبون انتم يعني تبون تقرونه وعجبكم هذا العمل لا تكتبون اسمكم تاليف عليه اللي حاصل هالايام وايد كتاب ياخذون عمل صح روايات عالميه او روايات عربيه يلغون اسم المؤلف ويكتب اسمهم ما يصير الشهره ما تجيب بهالشكل هذا نعم شهره تجيب تاني بهدوء يعني انت انا لما ابي اكتب عجبني عمل اوكي اقول اعداد عواطف البدر اقتباس ما اقول تاليف او اقتباس نعم. راسا انت ما كتبت الا عمل واحد بالاربع سنين تي راسا تصير انت مؤلف وكاتب وراوي عندك روايه ما يصير كذي نعم فما يصير طبعا هذا دور الرقابه ان شاء الله رسالتك واضحه وواصله ان شاء الله شكرا لك الكاتبه والمنتجه عواطف البدر على هذا اللقاء شكرا على كل الاعمال الجميله اللي قدمتيها لنا نعم. في السابق وناطرين الجديد باذن الله ونتمنى لك كل التوفيق وانا اشكركم على هذا اللقاء شكرا لك وعلى هالاستضافه الجميله وان شاء الله اشوفكم بالعيد باذن الله بالعام وانتم بخير وانت بخير تحياتي لكل من قاعد بالتلفزيون نعم. امام التلفزيون نعم. ويسمعنا تسلمين اقول له تصبح على خير وعيدك مبارك الله يسلمك ان شاء الله ايامك سعيده يا رب ومشاهدينا باذن الله في نفس هذا الموعد الساعه 11 بالليل بنكون معاكم مع السلامه